ثانك يو براذر. ثانك يو. امشي يا ابو زينب. بسم الله الرحمن الرحيم. زينب قلبي، ايش رايك بشعور انك سايق سياره الكل يصورك فيها؟ شوف بالنسبه لي انا وياك متعودين يعني. هذا مفروضا. نعم. قطعا بعد. اتوقع انك تضبط لها هالشيء. حبيبي كيف طريقه التعشيق؟ ما دخل طريقه التعشيق كيف؟ يخرب عقلك ده انت مسخره. ايش لا تتوقع يا اخي مني؟ كيف تطفى يا ولد؟ شوف اكزر ذاك اللي فوق يسار فوق يسار. طلع افتح الباب يمكن الباب. وانا ما تشوفونا حالنا يا جدعان. اللهم لا تتركسون له. يلا حسين شلون بنشغله؟ مدحاق عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني.